القمة الإسلامية تدين حزب الله بتهم الإرهاب وتشجب التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة. تعزيزات عسكرية عشية جلسة البرلمان، والعباد يحذر من تداعيات الأزمة على جهود مكافحة داعش في العراق. اتساع رقعة المعارك في حلب وتفاقم أزمة النزوح يهددان بانهيار الهدنة ومفاوضات جنيف. استهداف مبنى الخارجية في عدن، وواشنطن تبحث طلبا بمساعدة عسكرية ضد القاعدة في اليمن. مسودة قرار أوروبي بمساعدة ليبيا أمنيا في حال طلب حكومة الوفاق. القائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يسافر إلى موسكو وبوتين لن يلتقيه. ميركل توافق على طلب تركي بملاحقة قضائية ضد فكاهي سخرة من أردوغان.